لم يقف اللجوء عائقا أمام هؤلاء الشباب السوريين في تحقيق حلمهم بالزواج، حتى وإن كان تحت خيمة اللجوء وبحضور القليل من أفراد العائلة. والله لو أني بسوريا يعني بين أهلي وأخوالي وعماتي يعني بتطلع الفرحة على أتم أكمل واجب يعني فرحة البلد بتصفي غير فرحة أنك مغترب أو لاجئ يعني. طبعا فرحة البلد أنها غير، ويعني من قلبك غير، بتجي من ناحية أنك بتفرح زيادة. 50 عريسا وعروسا في حفل زفاف جماعي نظمه المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين. مهما مرينا في ظروف صعبة، مهما حاول البعض المخربين أنهم يعني يعطلون أعمالنا الإنسانية، الإمارات ستستمر وتتحدى وتستمر في عطائها وإنسانيتها. وأكبر دليل اليوم تواجدنا اليوم بين أشقاء اللاجئين السوريين لتزويج عدد كبير منهم في المخيم اللي ربوا فيه وعاشوا فيه، هذا أعتقد رسالة واضحة للأيادي المخربة أن الإمارات مستمرة في عطائها، الإمارات مستمرة في إنسانيتها. بعيدا عن الوطن الذي مزقته الحرب، رقصوا فرحا على وقع أهازيج التراث السوري بمناسبة تأسيس أسر جديدة. رغم قسوة اللجوء إلا أن للفرح نصيبا في حياة اللاجئين السوريين، عرس جماعي تختلط فيه دموع الفرح بدموع الحزن. فرح هو من سنن الحياة، وحزن على ديار هجروها. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، من المخيم الإماراتي الأردني، مرجيب الفهود.